لمزيد من النقاش والمتابعة انضم إلينا هاتفيا سيادة اللواء ناصر سالم أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء أرحب بك معنا في هذه التغطية الإخبارية. بداية وبعد التحية أتقدم بالعزاء الكامل لحضرتك وللدولة المصرية ولأسرة الراحل الكبير والكريم. يمكن تقدير كبير تقدمه الدولة المصرية للمرحوم ومؤسسات الدولة المصرية. في البداية كيف تقرأ هذا التقدير لتاريخ الكبير للراحل الكريم في العطاء الكبير لمصر؟ رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وعزائي للشعب المصري كله ولكل الجيش المصري ولكل مواطن شريف على هذه الأرض الطيبة الزكية. النهاردة وإحنا بنتكلم عن المشير حسين طنطاوي، يمكن أنا هذكر كم تاريخ كده بسرعة عشان الناس كلها تبقى معانا اللي ما يعرفوش كتير عنه. هو اتولد في 31 أكتوبر 35 في حي عبدي، قعد مرتبط بحي عبدين ده يمكن لحد ما توفاه الله. يعني أهله وأصدقائه كان حريص حتى وهو وزير الدفاع أنه يركب عربية ملاكي بتاعته ويسوقها بنفسه وينزل ويروح يزور قرايبه وأصدقائه من غير حراسة من غير أي حاجة في خلال هذه الفترة. فارتباطه به بحي عبدين كان ارتباط كبير جدا. يمكن هو كان بيلعب كرة في حواري عبدين وظل يمارس هذه اللعبة، وكان ما شاء الله كان لياقته البدنية عالية جدا وكان يحب يلعب كرة القدم باستمرار حتى وهو وزير الدفاع وفي سن كبيرة. فده ارتباطه بناسه وبأهله والتزامه الأخلاقي كان فعلا هو ده مفتاح شخصيته. اتخرج حسين طنطاوي من الكلية الحربية في إبريل 56، يعني قبل الحرب 56 بست شهور. وكل مواطن وكل جندي وضابط في هذا الجيش في هذا التوقيت اشترك في الحرب، سواء كان بتأمين منشآت حيوية أو بتأمين القناة أو بأنهم اشتركوا في مواقع. يعني هو اشترك في حرب 56 ثم أيضا في 67 مرورا بوظائف كتير لحد ما نيجي لدوره التاريخي اللي يمكن كثير منا ما اتكلمش عنه لكن أعدائه اتكلموا عنه باستفاضة. دوره في حرب أكتوبر 73 كان قائد الكتيبة 16 من اللواء 16 من الفرقة 16 في جيش تاني. الفرقة دي كانت هي اللي بتأمن أو هي بتعمل على الجانب الأيمن للجيش، وكان هو آخر واحد في هذه الفرقة بالكامل بالكتيبة بتاعته. لما إسرائيل قررت أن هي تعبر القناة كان لازم قدامها أن هي توسع الثغرة بين الجيشين، بين الجيش الثاني والجيش الثالث، ولازم تستولي على ارض اللي هي كانوا بيسموها المزرعه الصينيه. دي كانت ارض كانت مجهزه وزاره الزراعه بتاعتنا قبل 67 وفيها ترع وفيها حفر وكده، فكان كتيبته هي اللي بتدافع في هذه المنطقه. فكان مهمه اريل شارون بفرقته انه يدفع الكتيبه دي يضغط عليها من الشمال او من الجنوب في اتجاه الشمال عشان يوسع ارض للفرقه بتاعت ادان اللي هتعبر من خلال صحيح. هذا القطاع. شارون بيقول ايه بقى على هذه المعركة؟ بيقول ان الجنود اللي واجهونا ربما كانوا اول مشاة في العصر الحديث مجهزين ومدربين ليقوموا او ليقاوموا الدبابات بل ليصلوها نارا قاتلة مصممة خصوصا لذلك. لقد قضوا على هوس الدبابات المرضي. ده شارون بيقول كده، وهو الغرور الذي اصاب الاسرائيليين بعد 67. شارون نفسه بيعلن ان خسائره كانت في هذه المعركة اكثر من 50 دبابة، أكثر من 300 رجل. دي المعركة اللي اشترك فيها حسين طنطاوي بكتبته، وده دور زي ما بقول يمكن احنا ما اتكلمناش ما اديناهوش حقه لأنه هو كان دايما في مكانه ما بيحبش يتكلم عن نفسه باستمرار. نيجي للدور الأهم والأخطر اللي حمى في مصر كلها ولازم التاريخ كله يذكره له، دوره 25 يناير 2011. طب سيادة اللواء هنتكلم عن هذه النقطة باستفاضة وبشكل كبير، لكن دعنا نتحدث عن نفس النقطة التي تحدثت عنها وهي قيادته للكتيبة 16. يمكن تاريخ المشير طنطاوي كان تاريخ كبير، وما حدث أو طريقته في هذا الوقت هو كان أو طريقة التي كان يتعامل بها هو الالتفاف حول العدو والنجاة بمصر والنجاة بالكتيبة، الكتيبة 16، وهذا ما حدث بالفعل بحنكة سياسية وبأداء عسكري عظيم وبشكل يعني كبير وناجح بشكل كبير. كيف تقرأ اجتماع هاتين النقطتين وهي الحنكة السياسية الكبيرة والأداء العسكري في هذا الوقت بالتحديد؟ شوفي،
يعني بنقول يعني مش عارف اقول لك، في حاجات كده في القائد بتجتمع، منها قدرته على تحمل الضربات، جلده في الصبر على العدو انه يتحمل ويصد ويصبر. هو ده اللي عمله وهو قائد كتيبة 16. صحيح. فرقه بكاملها ب 300 دبابه واكثر بتهاجم عليه، وهو عدد الدبابات اللي معاه تعدوا على الصوابع، بيدافع زي ما بنقول اللحم الحي قدام صلب مشتعل للدبابات، وينزل الخسائر دي ويتحمل كل هذه الخسائر بصبر وبإصرار وبجلد. هو ده اللي عمله في 25 يناير 2011 لما كان مطلوب ان يحصل فتنه بيستفزوا القوات المسلحه باي شكل. صحيح. عشان يحصل اشتباك بين الشعب وبين الجيش ويقولوا الحق ده الجيش المصري بيستخدم قوه مفرطه ضد الشعب، ويعملوا فينا اللي اتعمل في العراق وفي ليبيا، حاجه اسمها الحظر الجوي. الحظر الجوي اللي اتعمل في ليبيا وفي العراق هو اللي دمر الجيش الليبي كله والجيش العراقي كله، ودمر البنيه التحتيه للبلد بالكامل، وبعدين سرحوا الجيش والسلاح بتاعه سابوه لايدي الميليشيات لحرب اهليه اللي لحد دلوقتي لا العراق ولا ليبيا ربنا يسلمهم شوف قد ايه بيحاولوا يتخلصوا من هذا المرض. كانوا عايزين يعملوا كده في مصر. حسين طنطاوي قدر ان هو يعني يصبر ويتجلد بكل قواته وبكل القاده اللي معاه. ده انا عايز اقول حادثه من الحوادث الصغيره اللي عملها، يعني الرئيس السيسي بيتكلم على بتاع محمد محمود وعلى ماسبير وعلى وعلى، يمكن ما اتكلمش عن لما كان في التحرير وفي هناك المدسين اللي وسط الشعب وراحوا ولعوا في عربيه مدرعه فيها جنود وحرقوا، ووصلوا يمكن لوزاره الدفاع في هذا الوقت. عشان لا ده انا هتكلم عن دي بالذات، عشان ما يجيش الجنود دول اللي شافوا زمايلهم بيموتوا قدامهم وشافوا بيعتدوا عليهم بالليل في صمت وفي سريه، كان راح ناقل الوحده دي بالكامل بعيد ومحدش جاب السيره، وجاب وحده جديده خالص قعدت مكانها ما تعرفش اي حاجه عن اللي حصل، بتقابل الناس بابتسامه بود كامل عشان ما يبقاش فيه اي ضغينه مع الشعب ومع الجيش. والا كنا هنلاقي زي ما بنقول استخدام مفرط القوه، حلف الناتو جاي بيخلص على مصر كلها، كانت مصر ضاعت. فهي دي روح القائد، صبره، جلده، حفاظه على هدفه. هو ده حسين طنطاوي احد ابناء مصر الاوفياء، زي ما قال الرئيس السيسي مات في نفس اليوم اللي مات فيه عرابي. هي دي مصر، مصر عرابي، مصر عبد الناصر، مصر السادات، هي مصر ابنائها كلها. حسين طنطاوي احد ابنائها اللي كلنا بنفخر ان احنا ابناء هذه المؤسسه اللي تربت على حب ترابها واللي بتضحي بحياتها من اجل كل ذره رمل فيها. وده يخليني اسالك سياده اللواء، يمكن كيف حافظ المشير طنطاوي رحمه الله على الدوله المصريه من الانهيار في الوقت الذي كانت تنهار فيه العديد من الدول، دول الجوار وحتى المؤسسات من عانت من انهيار بشكل كبير رغم كل الضغوطات التي مورست عليه وكل هذه المظاهرات، يعني وخاصه ان مصر كان يرجى لها ان تنهار في هذا الوقت او كان مخطط لها ان تنهار في هذا الوقت، كيف حافظ المشير طنطاوي رحمه الله على قوام الدوله المصريه في هذا التوقيت بالتحديد؟ شوفوا بقى اللي ما يعرفوش كتير من الشعب، يعني اولا هو لم يكن رغم ان هو القائد الاعلى للقوات المسلحه وبيقود مؤسسه عسكريه وهي ادواته او هي اليات اللي بيدير بها البلد، الا ان يمكن كتير ما يعرفش ان كان بيحصل اجتماعات مع كل الخبراء، كل من لديه خبره، من لديه علم، من لديه اي معلومه في كل المجالات، في الاقتصاد، في التاريخ، في الاستراتيجيه، في كل دول احنا كنا موجودين في اكاديميه ناصر، بنجيب الناس دي بنلتقي معاهم بنسمعهم بنكتب الاراء دي بنقدمها دراسات باستمرار، ما كناش بنقعد دقيقه ما بنعملش دراسات وتتقدم له، يعني كان كل الكلام ده اللي كان بيعمله بيديره لا ده كان على علم كامل، ما كانش بيحكم بدماغه، ده كل المعلومات قدامه وكل الاراء قدامه وكل الخبرات اللي حصلت في العالم في مثل هذه المواقف. يعني الراجل ده كان قاعد فعلا زي ما بيقول بيحكم بعقل واعي ومتفتح جدا، ومطلوب منه انه ياخد قرار، هذا القرار من اخطر القرارات، لو بس غلط في قرار من دول كانت مصر ضاعت. صحيح. يعني الاخوان نفسهم صرحوا قالوا ان لما كان المجلس العسكري يعمل حاجه هم عايزين يضغطوا عليه يقوموا يبداوا يعملوا عمليات في سيناء، يفجروا خطوط الغاز، يهاجموا ارتكاز امني، يحاولوا يحرجوا القياده، انتوا مش قادرين تحافظوا على امن سيناء، طب شوفوا الامن بيحصل ايه، شوفوا العمليات اللي في سيناء، هم الاخوان اللي صرحوا كده،
بيحاولوا يضغطوا عليه باي شكل. العمليه اللي عملوها في الحدود وهو وزير الدفاع في فتره مرسي عشان يحرجوه، كل الكلام ده كان هو عارفه وعلى علم بيه، انما زي ما قال سياده الرئيس انه كان بيقول انا ماسك قطعه من الجمر ما اقدرش اسيبها والا هتولع هتحرق الدنيا. فهي دي البلد اللي كان ماسكها حسين طنطاوي ايام قيادته وهو رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه. هي دي زي ما بنقول دي فتره ادي الرجال اللي بيقدروا فعلا يقودوا في المواقف الصعبه، مش الرجال اللي بيقودوا في ظروف عاديه وبيخططوا اي خطه وينفذوها. بيظهر القائد في الموقف الغير مخطط الغير مدبر، الموقف الحرج، الموقف الصعب اللي بيجي طارئ. هو ده الفترة نقول 2011 اللي كانت مصر فيها بتعبر في حقول ألغام فوق نقول نيران ملتهبة، والحمد لله عبرنا وخطط يعني يمكن على خط رفيع جدا. ولكن سيادة اللواء هذه طبيعة قادة القوات المسلحة أنه لا يتخلى عن دوره وعن مسؤوليته وعن وظيفته في هذا التوقيت، رغم كل يعني الضغوط التي مورست عليه ورغم كل المظاهرات. يعني في هذا الوقت كان وزير الدفاع، وهذه المظاهرات يمكن كما تحدثنا وصلت إلى وزارة الدفاع، أنه لم يتخلى عن دوره كجندي وكضابط وكقائد في هذا التوقيت. برأيك كيف تابعت كل هذه الممارسات التي مورست ضده في هذا الوقت، وكيف واجهها يعني سيادة اللواء؟ شوفي حضرتك، لما بتبقى في جندي بيدافع عن هدف بيحميه بيبقى كل عينه وكل حواسه الحماية هذا الهدف مش حماية حياته. هو ده القائد وهو ده الجندي طبيعته. انت صحيح. انت حياتك دي اخر حاجة، انما مشكلتك كلها في الهدف اللي انت بتدافع عنه. انت بتدافع عن مصر، بتدافع عن الشعب المصري، بتدافع عن حياة الشعب المصري، عن كرامته، عن أرضه، عن ترابه، عن مصالحه، عن مستقبله، عن أطفاله، عن كل دول. فمش هيجي فكر. وهم كانوا بيحاولوا يلعبوا له على حتة النفسية، إنه يضغطوا عليه نفسيا بشخصه، إنما هو إحنا تربينا كلنا على كده. انسى نفسك خالص، أنت طوبة، أنت ذرة رمل في هذا الوطن، إنما المهم أن يبقى الوطن، أن أرى الابتسامة على وجه الطفل، على وجه المرأة، على وجه أمي، أختي، مراتي، بنتي، كل دول أنا عايش عشانهم مش عشان نفسي. إنما لو فكرت بنفسي لحظة ضعت وضاعوا هم. هي صحيح. دي حياة أي جندي، وده حسين طنطاوي جسدها بكل نجاح. لذلك يستحق كل التقدير الكبير من الشعب المصري والدولة ومؤسسات الدولة المصرية. أشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء ناصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكري. شكرا جزيلا لحضرتك سيادة اللواء.